بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المنظر في يوم 15 صفر 1434 هجرة بجبال مصالية فرنية، مع تحيات دحيم محمد. فيها يوم الجمعة، ويسن الصلاة ويسن الاكثار من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله. فأسأل عز وجل أن يبارك فينا وفي صاحب هذا المنزل وفي أبنائه وفي جميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. يوم 15 صفر 1434 هجرة. الله يسلمك، وعدونا العشر ان شاء الله. هلا ان شاء الله. وين محلكم الحين؟ الوالد صحته طيبة؟ وفي هذا اليوم الجمعة يسن الكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله. اللهم صل وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعلى المسلم أن يتفكر فيما حولهم مخلوقات عز وجل، لأن الله أمر بالتفكر في مخلوقاته. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. سجلت هذه المادة في يوم 15 صفر 1434 هجرة بجبال المصليخ برنية، مع تحية دحيم محمد. وأسأل عز وجل أن يبارك في صاحب هذا المنزل وفي أبنائه وفينا جميعا وفي جميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واستغلالا للوقت والاستفادة من الوقت نتلو هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فسبحان من خلق هذه المخلوقات، وسبحان من جعل الزوجين الذكر والأنثى. سجلت هذه المادة في يوم 15 صفر 1434 هجرة بجبال مصاريخ برنية، مع تحيات محمد.